مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالبدايه بدي اقول كل يوم عنا ماساه، كل يوم عنا قضيه، كل يوم عنا قصه قديمه جديده بتتكرر، ولكن مع كل نهايه سنه دراسيه وبدايه سنه دراسيه. هالمره اللي حصل مع المواطن جورج زين بالكوره يلي توفى بعد ما احرق حاله لعدم تمكنه من دفع اقساط اولاده، توجه للمدرسة طلب إفادة لأولاده حتى ينقلهم إلى مدرسة رسمية بسبب سوء وضعه المالي، إلا أنه المدرسة رفضت طلبه واشترطت عليه تسديد القسط أولا، فأقدم على حرق نفسه أمام باحث المدرسة. نقلوه على المستشفى السلام بطرابلس بسبب وضعه الحرج، ولكن ما لبث أن فارق الحياة. يعني بي بيموت لأنه مش قادر يعلم أولاده، والعلم هو من كرامة الإنسان، والبي من تعبه بده يعلم أولاده وبده يطعميهم وبده يربيهم. ولكن بتأسف كتير أنه ببلدنا بعدنا مننطر إفادة ما بتنعطى مشترطة بأقساط. نحن مننحني أكيد أمام هذا الموضوع، وهالولاد بكرة بس يكبروا بنسألون كيف مات بيكن، بيقولوا لأنه ما قدر دفع القسط انتحر. يعني إذا كل إنسان بحط حاله أمام هالموقف لا سمح الله، شو بيصير بالولاد؟ شو بيصير بالعيال؟ هلأ البي توفى، هالأم كيف بدها تربي أولادها؟ كيف؟ هذا سؤال أنا بدي أسأله. نحن امبارح تلقينا اتصال من ست كمان عندها نفس المشكلة، مشكلتها مع مدرسة بخلدة، ما عادت تقدر تدفع القسط، اضطرت تنقل ولادها لمدرسة تانية قسطها أرخص أو مخفض أكتر. ما بيعطوها الإفادة غير ما تعمل القسط كله تدفعه. لو قادرة وكانت دفعته، بتتوقعوا في عالم معه وما بتدفع؟ نحن اليوم حاولنا الاتصال بمعالي وزير التربية الأستاذ أكرم الشيب. الحقيقة تواصلنا مع مدير مكتبه لأنه اليوم هو عنده استقبالات، وبالتالي بدو يضعوا كانوا بجو الموضوع يلي صار. ولكن أنا بعرف أنه الحزب التقدم الاشتراكي يلي بينتمي لإله معالي الوزير التربية أكرم شهيب كان تقدم بقانون لحق التعليم، وهذا القانون كمان يعني من بين حق التعليم أنه إذا إنسان بدو ينقل أولاده مدرسة لمدرسة، ما ترفض مدرسة تعطيه إفادة إن كان بدو على مدرسة رسمية أو على الجامعة اللبنانية. وبعتقد البيان الوزاري تبنى هذا القانون، اقتراح القانون، فإن شاء الله اليوم قبل بكرة. ولكن شو منعمل بالناس يلي مهددة ويلي مش عارفة شو بدها تعمل؟ يعني هلأ عنا عائلة يتمت بسبب حق من حقوق الناس إنه هالولد يتعلم. معلومة الكل ناطر المؤسسة العامة للإسكان، والكل محضر ملفاته حتى يتقدم لحصول على قرض. اللي صار إنه المؤسسة العامة للإسكان ببيان لها أعلنت فيه تلبية رغبات المواطنين، ورداً على سلسلة مراجعات كانت تلقتها من طالبي القروض السكنية في أعقاب صدور التعميم الجديد عن حاكم مصرف لبنان، تعميم وسيط 515 الموجه إلى المصارف والمؤسسات المالية بتاريخ 30 كانون الثاني 2019، واللي أطلق بموجبه رزم جديد من القروض السكنية، بهم مؤسسة العامة للإسكان أن تلفت إلى ما يلي. أولاً، عدا عن التعديل يلي طرأ على فايدة القرض والبالغة 5.5% وفق التعميم، واللي التعميم الجديد لمصرف لبنان، لم تتبدل أي من الشروط القانونية والإدارية والعقارية والشخصية الخاصة بالقروض السكنية، وهي ما زالت وفق ما كان معمول بها من قبل، بما فيه سقف القرض المحدد ب 270 مليون ليرة لبنانية، ما يعادل 180 ألف دولار أمريكي. المؤسسة العامة للإسكان مستعدة لقبول طلبات المواطنين الراغبين الحصول على القروض السكنية، ولكن بالوقت نفسه بتلفت لهم انتباههم
إلى ضرورة أن يوفروا مسبقاً بالإضافة للمستندات الخاصة بطلب القرض ما يضمن موافقة المصرف على إعطاء القرض وتأمين المبلغ المحدد بموجبه وفق الشروط يلي حددها التعميم مصرف لبنان الجديد 515، كما بتنصح أصحاب الطلبات الجديدة بعدم الارتباط بدفعة أولى مع البائع إلا على مسؤوليتهم الشخصية. يعني صار البنك بده يوافق، وإذا ما وافق البنك ما فيكم تقدموا الملف للمؤسسة العامة للإسكان، وأي بنك بده يوافق إذا كان هو عنده سلة قروض سكنية وبده يمشيها. بعدين 5.5 هي فايدة على الليرة اللبنانية، يعني هي بتتاخد دايماً القرض بالليرة اللبنانية لأنه ما حدا بيقدر ياخد بالدولار إلا يلي اضطر، وهون مصيبة كمان الداي بده حتى يوفي بالدولار الأمريكي. اتصالاتكم على 04444444 بياخد أول اتصال. ألو. ألو. أهلا. صباح الخير. صباح النور. معك سمير عاشور من مزبوط. أهلا أستاذ عاشور، تفضل. حبيت أعرف، أنا عندي إعاقة. نعم. وقدمت دواء وزارة الصحة. نعم. وهم قالوا لي إنه فيش بعد عيد راسين بتاخد الدواء. رحت بعد وزارة الصحة قالوا حولنا لك يا سديلة الشعار. رحت على سديلة الشعار قالوا لي بعد أسبوع بنتصل فيك. رجعت نزلت عندي يقولوا لي فيش مصاري. رجعت دلت هيك قال لي هلا بترجع تقدم مطالب جديد. وأيام هذا زيادة حسباني وصار لي أكثر من شهر ونص. أنا عندي ما فينا نروح ويجي على وزارة الصحة. أنت الدواء يلي بدك تحصل عليه هو دواء مزمن؟ لا. نعم؟ إيه مزمن، مشان عينية مشان الربو. اه هيدا منين لازم تجيبه؟ من الكارانتينا؟ لا مش كانين يشتروا لي ايام الوزير وائل فعور وعلى حسن خليل كانين يعملوا لي سديلة شعار. هلا بدك ترجع تعمل تقدم من جديد لتحصل على الدواء؟ كيف بدي دواء انا؟ طيب. هلا بدي ايش اقعد مشوار علي تنروح ويجي على وزارة. انا بس بطلب انا من وزير الصحة جديد ان يعمل لي كل شهر بشهر يعطينا تاني تحظى بروح ويجي على وزارة الصحة. هنا 100% لا لك شغلة أستاذ عاشور، يعني هلأ معالي وزير الصحة الجديد دكتور جميل جبق أكيد هو رح يعمل خطة، وقال أنه مرة يعني رح يأمن الدواء والصحة لكل المواطنين، وأكيد يعني ذوي الاحتياجات الخاصة اللي حضرتك منهم يلي أنت بحاجة لهالدواء بشكل مستدام. هلأ بدنا نشوف مع الوزير شو الإجراءات بده يخذها بهذا الموضوع، ولكن ما بيمنع أنك تقدم طلب وبالوزارة ببلغوك حسب توجيهات الوزير الجديد إذا موفر الدواء أو ما رح يتوفر، بتعرف منهم مباشرة لحين ما يكون في شيء عام ويبلغنا يا معالي. كمان اتصال. ألو. أهلا. بونجور. بونجور. معك يوسف أرسلي ستنا، أنا كنت بشتغل بجريدة البسيط. إيه نعم. ستنا صرنا اشتغلنا على الحلوة والمرة نحن ويوم 20 سنة. نعم. فجأنا انه صرنا سنة ونص ستنا وقدمنا مقدمين شكاوى على وزارة العمل انه نحن ما عم نقبض معيشتنا. نعم. بتفاجأ انه نحن فللونا بلا مثل طرط عصفي، سكروا الشركة. نعم. لا عم نقدر نحكي لا مع الوزير ولا مع وزارة العمل، واخر شيء تفاجأنا وزارة العمل جاي مع الشركة ضدنا. انتو اكيد مكلفين محامي عم يتبع لكم القضية؟ اكيد اكيد ستنا، نحن 20 شخص قدمنا شكوى عليهم وما عم نقدر نحصل على شيء، صرنا سنة ونص قاعدين بلا شغل وبلا معاشات كرب. ونحن صرنا عمرنا يعني انا عمري 52 53 56. شو بقى بدك تشتغل وين؟ 100% لقلك شغلة شو نعمل؟ العمل انه المحامي يرجع يتبعها بوزارة العمل، يعني هلأ صار عنا معالي الوزير كميل ابو سليمان يلي بتمنى كمان يتفهم كل هالقضايا، وكمان لازم يلاقوا حلول لهالناس يلي عم تنصرف تعسفيا وما عم تقبض تعويضة أقله، لأنه مثل ما قلت بهالعمر هيدا وين بقى بدك تلاقي شغل ويا مكتار مثلك إن كان بالوسيط أو بغير شركات. يعني اليوم على المحامي يرجع يجدد يعني تبعه مع الوزير الجديد مع مكتبه تنشوف كيف ممكن تحريك المحاكم العمل، وبلكي بيعمل استئناف إذا جاي ضدكم القرار.
يعني بده يستأنف أكيد، هذه شغلة المحامي. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا وباخذ اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا. مرحبا. مرحبا. بليز بدي أقول لك إنه أنا جيت على لبنان. نعم. وقلنا صار في حكومة. نعم. وإن الله كله خير يا رب. شو اسمه بقى بيجي بتفاجئ إنه الكهرباء كانت عم تجينا 6 ساعات أو 7 ساعات، هلا صارت عم تجينا 3 ساعات. وين يعني أنت؟ وين ساكن؟ بمنطقة الحدث. بقى يلي بدنا نعرفه انه في اللي صار انه تشكلت حكومة وما بقى في كهرباء بالمرة، بقى يا اخي يسكنوا هالمؤسسة الكهرباء وكل 3-4 بنايات يجيبوا لهم موتور ويشتغلوا على ذوقهم ويأمنوا كهرباء 24 على 24. لا يقول الموتورات بتتحكموا فينا من ميلة وشركة الكهرباء من ميلة، يعني شيء مسخرة اكثر من هيك ما بقى شيء. ايه شيء مسخرة اكثر ما صار. بس لاقول لك شغلة، هلا صحيح صار عندنا حكومة جديدة بس مش معناتها اللي بتعمل الحكومة هي عصا سحرية، يعني بتكبس الزر بتجي 24 ساعة الكهرباء، بتكبس الزر بتجي المي، لا في إصلاحات. ما عم نقول 24 ساعة بس يلي كان عم بيعطينا 8 ساعات 9 ساعات يأملنا يوم كهرباء يخليه يضل يأملنا هن، مش هيدا بده مش هيدا ما معه مصاري وهيدا خلص الفيول، يعني هيك ما معقول يعيش المواطن. 100%. هلا الموتورات شالوا عن الكهرباء كذا سنه بس للاسف الكهرباء ما كانت قادره تامن لنا 24 على 24. هلا مع الحكومه الجديده في مهله واضعينها لحالهم خصوصا وزاره الطاقه والمياه بتامين الكهرباء 24 على 24، يعني هالمره هي من الاولويات عند الحكومه تامينها 24 على 24. هلأ بدها تاخذ الثقة الحكومة إن شاء الله أسبوع المقبل وإلى العمل لنشوف بمهلة المية يوم كيف بدأت تتأمن الكهرباء 24 على 24. أوكي. اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا. معك عدنان زبرة من طريق جديد. أهلا أستاذ عدنان، تفضل. حكيتني مبارح كأن؟ لا اليوم، اليوم إيه؟ اول لانه حدا امبارح حكيتي. ايه نعم تفضل. عندنا نحن المي مقطوعه من واحد تيران سنه 2018 لعندين، هلا ما اجينا ولا نقطه مي، بنروح بنحاكيهم بيبعثوا لنا بينفخوا العيار بيرجعوا بعدين بنروح من جمعه 10 ايام يجوا قالوا لنا هذا خطنا موصول على خط فاضي ما في مي. بنروح بنتشكى بسامي الصلح وبتلت الخياط وبعدنا ما استفدنا شيء، كل يوم بيقولوا لنا بكره وبكره وبكره. حافظ رقم رقم العيار عندك؟ ايه عندي رقم العيار. قديش رقمه؟ حافظه؟ يلا بحثه صغيري بس. متني بس تقدر تبع لك ايه يعني تشوف شو قضيته؟ لانه مش معقول يكون هالقد لازم يعملكم مطرح تاني. رقم العيار. نعم. 60-396. اوكي، هيدي وين؟ طريق الجديدة. ايه؟ طريق الجديدة، حد محطة محلة الدنم مش المدرسة الرسمية. اوكي. كل البنايات حوالينا فيها مي وعم تنزل على الطريق الا بناية. اوكي. هلا نحن رح نتابعها نشوف شو قضيتها. اهلا وسهلا فيك. صورة اليوم نشوفها سوا. بلدية بيروت عم تشطف الطرقات، سوري عم تسقي الشجر وطايف الدنيا لأنه مرجلجة إنه بهالوقت لازم نحن نسقي، يعني ما فينا نفكر نتركها لوقت اللي بيكون عنا شمس يومين ثلاثة تنشف، لا يعني شو هالنشاط عم يعني هيدي شغله كثير مهمه. عشيه عيد مارون طبعا انا بدي اتقدم لطائفه المارونيه اولا لكل يلي بيحمل اسم مارون باطيب معايده، وبدي اقول رح ترجع اجراس مارون بالعاصي بعد 1000 سنه، وبتمنى طبعا ينعاد على لبنان وعلى الجميع بالصحه وبالتالي بالبحبوحه والعافيه.
نحن أكيد حتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة، على أمل نلتقى فيكم نهار التنين، وإن شاء الله كمان التنين نقدر ننقلكم كمان كيف احتفلوا الموارنة بقبرص بعيد شفيعهم مرمرون. إلى اللقاء.